بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به والاداء البطولي اللي يعني كان متميزوا به اليوم. وقلت انا هذه المباراه الاخيره في مرحله الذهاب، علينا بالظفر بها امام جمهورنا اللي نكون له كل احترام، واقف معنا منذ بدايه الموسم حتى اخر دقيقه من مرحله الذهاب. هذا خلانا عطانا عزيمه ودرنا يعني تشكيله اللي اعطتنا نفس جديد، خاصه في الشوط الاول كان صعب رغم اننا سجل كنا يعني ند بالفريق المنافس اللي هو فريق لباس به فريق مديه مع المدرب المحترم سيبو جعران. قدم كره وعروض كرويه جيده، ولكن اليوم كانت عندنا عزيمه واصرار بتحقيق ثلاث نقاط، وهذه بفضل اللاعبين المسيرين الانصار اللي ما ننساهمش، واقفين معنا منذ البدايه لاخر دقيقه الى جانب السلطات وعلى راسهم الوالي والرئيس المجلس الشعبي الولائي والبلدي اللي هم يعني دعموا هذا الفريق ويزيدوا ان شاء الله في هذه المرحله في هذا الميركاتو باش يقفوا مع الفريق باش نحضروا كل جديه لمرحله العوده. وما يفرحش الجميع اننا فريق في قبط مسكت الفريق في الجوله السادسه بثلاث نقاط، اليوم رانا ب 18 نقطه. وقلت وعدت باش ندير مرتبه مشرفه للفريق، الحمد لله درناها بالاداء والنتيجه، وهذا بفضل الجميع اللي ذكرتهم وهما مشكورين. وخلوا باش نخلوا الفريق يحضر في اريحيه مرحله العوده ان شاء الله. نواه بالروح الرياضيه الكبيره استقبل نتاع ناس سعيده، جات في ظروف جيده، فريق سعيده يسهل الفوز تاعو في الاخير. حنا انتاجنا خطه تاع فيلم مع نقص التركيبه وعده غيابات في التشكيله، اربع لاعبين اساسيين كوادر اثروا شويه على الفريق، خلانا كما نقولوا نستعملوا طريقة تاع نغلق المساحات ونلعب على كرات مرتدة. نجحنا في الشوط الأول ونقولوا أطوار الشوط الثاني يعني قسط يعني مليح، كنا قادرين نحافظوا على النتيجة. تلقينا هدف خلينا عودنا خرجنا إلى الأمام، لأن كي تكون خاسر لابد عليك تحاول كيفها تولف النتيجة. استطعنا باش نولف النتيجة في وقت حساس، في الوقت ربما اللي كنا لازم علينا نعرفوا كيف نسيروا المباراة. طمعنا شويه، اللاعبين طمعوا شويه، رحنا نحوسوا على الهدف الثاني، زوج كرات مرتده سجلوا علينا هدفين، هذه هي كره القدم. الرحمن الرحيم. احنا الحمد لله فزنا اليوم على امام اولمبي مديه. احنا النقاط احنا كان الهدف تاعنا تاع الاداره مسطر 20 نقطه 22 نقطه، الحمد لله رانا 18 نقطه. ان شاء الله نداء نوجه للسلطات المحليه ولا راسهم السيد الوالي ورئيس البلديه والمجلس الشعبي الولائي يساعدوا الفريق، لان مرحله العوده صعيبه بزاف فيها كولاسه، باش نتفاهموا منا من دروك باش نتفاهموا. باغي نوصل ميساج ثاني للسلطات المحليه كما على ما كل علم الانصار والجمهور الرياضي باللي مرحله العوده غادي نتوقفوا مده شهر. ان شاء الله بربي يعاونونا باش نديروا امتي 16 تربص مغلق ان شاء الله في سعيده ولا خارج الولايه باش نحضروا للعوده. مرحله العوده صعيبه 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 بزاف، انا نقول لكم من هذا المنبر هذا صعيبه بزاف، ان شاء الله نشدوا الماتي ان شاء الله. وهذا ميساج للانصار، حنا الا عندكم مشكل نعاود نكررها، الا عندنا مشكل مع الاداره حنا ننسحبوا ماشي مشكل، حنا هذا فريق تاعنا لقيناه في القسم الوطني الثاني، خليكم في القسم الوطني وشكرا بارك الله فيك.